يا بيتا عز به نبينا وظلال نوره أنار به قلوبنا. رسائلنا من مكة تكرمت وزمزم يشفى به عليلنا. رسائل الحرمين إخلاص ويقين لله رب العالمين، لله رب العالمين. يا بيتا عز به نبينا وظلال نوره أنار به قلوبنا. إذن مشاهدي الأفاضل، نتواجد الآن أمام هذا المجسم الذي يبرز لنا ويبين طريق الهجرة التي هاجر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق ثاني اثنين، إذ هما في الغار هاجر من مكة إلى المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اشتد عليه أذى قريش، أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من دار صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتوجه مع صاحبه إلى غار الثور، إلى جبل الثور. ثم بعد أن بقي عدة أيام أكمل طريقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومر بهذه الطرقات الوعرة وهذه الطرقات الصعبة وهذه الأودية. نعم. وهذه المحطات حتى وصل المدينة. كي يتجنب قريش وأن صحيح. نعم ما شاء الله. هذا الجسم الذي أمامي هو مجسم مكة المكرمة، وسلمان سيشرح لنا هذا المجسم. نعم أخي رضوان، نحن الآن طبعا في جناح النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك معه ما شاء الله. الآن إن شاء الله نكون معها إن شاء الله. آمين. آمين يا رب العالمين. بداية بمكة المكرمة، وطبعا بسيدة معالم الدنيا قاطبة الكعبة المشرفة وما حولها من معالم. نعم. مثلا إذا أردنا أن نتعرف على حجر إسماعيل سيدنا إسماعيل عليه السلام، نضغط على حجر سيدنا إسماعيل. صحيح. مجرد أن يضغط الزائر يعرف المعلم في المجسم. نجرب معلم أم المؤمنين سيدة خديجة، أين كانت توجد هذه الدار؟ هذه هي الدار. نعم ما شاء الله. نأخذ آخر مكان دار أبي سفيان. دار أبي سفيان كانت بجنب دار السيدة خديجة. صحيح. ما شاء الله. من هذا المجسم مكة المكرمة بجانبنا أيضا هذه الشاشة العملاقة. صحيح. ثلاثية الأبعاد تصف لنا، ومن خلالها نشاهد وكأننا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نراها في هذه الشاشة بتقنية الطروادي، فتبين لنا وتبرز لنا معالم مكة المكرمة بتقنية 3D. يستطيع الزائر أن يقف على هذه البلدة الطاهرة وكأنه يمشي في طرقات مكة ويأخذ صورة جوية لها كذلك. لباس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الألبسة التي كان يرتديها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا سلمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان عظيم الاهتمام مظهري. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس اهتمام مظهره، باهتمام بنظافة جسمه وتسريح شعره وتهذيب لحيته صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أنواع من اللباس. مثلا كان يلبس النبي الثياب، يلبس الحلل وهي الثياب التي تلبس على الثياب، ويلبس الجبة المشلح، ويلبس العمائم، ويلبس إلى آخرها من الأرض. حتى السراويل. حتى السراويل. نعم. كان يلبسها. نعم. النبي محمد صلى الله. صحيح. عليه وسلم. ربما نختار أيضا ألوان اللباس الذي. نعم. كان يلبسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألوان الملابس النبوية. لبس صلى الله عليه وسلم من الألوان اللباس الأبيض. صحيح. وكان أحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. ولبس الأحمر، ولبس الأخضر، ولبس الأصفر، ولبس الأسود عليه الصلاة والسلام. صحيح. ما شاء الله. صحيح. نروح إلى لوح آخر، أثاث النبي ومقتنياته. نتكلم على بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما
كان يحتوي هذا البيت من أثاث يستعمله النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تفضل سلمان. في الحقيقة هذه الموسوعة فيها كل ما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم من أثاث المقتنيات، سواء في بيته أو في حتى مثلا في أسفاره في غزواته صلى الله عليه وسلم، وفي سوقه وإلى آخرها. نعم مثلا نروح إلى الأحذية والنعال. وتأتي نعم. كما تلاحظون لباس النبي صلى الله عليه وسلم للماء. نعم كذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأفيق وكان يشرب منه الماء. ما شاء الله. أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم مثلا الجريد، وطبعا تعرف أنه يتخذ من سعف النخل. أو مثلا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم التنور في بيته وكان يخبز فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى آخرها في أكثر من 200 أثاث مقتنى استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إلى أي شاشة نذهب الآن سلمان؟ ننتقل معكم إلى موسوعة طعام وشراب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يشرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يأكل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ طبعا هذه موسوعة واسعة جدا. أخي سلمان، ماذا كان يأكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا أيضا شرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذه موسوعة جميلة في الحقيقة، جميلة موسوعة جداً بديعة جدا. فيها أنا في الحقيقة لا أبالغ إذا قلت لك كل ما دخل في جوف النبي صلى الله عليه وسلم من طعام من شراب موجود ومرصود في هذه الموسوعة، وهي أكثر من 90 صنف. فمثلا لو نقول الأطعمة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء القرع. نعم القرع ما نعم. شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى والذراع من اللحم، كتف الشاه. كتف الشاه نعم. نعم وكان يحب الزبدة والتمر، وكان يحب الحيس والثفل وإلى آخره. ما هي نعم. ما الثفل؟ اشرحهم. الثفل الثفل قيل هو الثريد، وقيل هو ما لصق في آخر القدر من طعام. ما شاء الله يعني نعم. لها ذوق متميز، الكثير منا يحب هذا. هذا أيضا الحيس. والحيس هو طعام مشهور أيضا عند أهل المدينة، ويصنع من التمر والطحين. ما شاء الله ما شاء الله عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. نروح إلى لوحة أخرى سلمان. نعم. نذهب إلى موسوعة. موسوعة الأماكن البلدان التي ذهب إليها النبي أو أقام فيها أو مر عليها. يلا نروح إلى هذه الموسوعة. تفضل. إخلاص ويقين لله ربي. إذن نتواجد الآن في هذه الشاشة الأماكن والبلدان التي زارها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل سلمان. طبعا هذه موسوعة في الحقيقة بديعة أخرى، وهي فيها الأماكن التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل فيها أو مر بها. يعني إن صح التعبير كنا قبل قليل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والآن نسافر حيث سافر النبي صلى الله عليه وسلم. أي بلدة وقرية أو أي مسجد أو حصن وقلعة أو جبل أو وادي أو مثلا أطم، أي مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيه نجدها في هذه الموسوعة. نأخذ مثال. مثلا نأخذ المنازل، أو نأخذ مثلا المساجد التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جملة من المساجد، منها مثلا المسجد الأقصى، مسجد ميناء، أو مثلا مسجد الفتح، مسجد قباء. ما إن يأتي الزائر ويقف على أي مسجد من هذه المساجد، مثلا مسجد بني معاوية، مسجد بني معاوية أو مسجد إجابة. نعم يعني يتعرف على هذا المسجد. نعم. مسجد الإجابة موجود أعتقد في المدينة المنورة. نعم في المدينة المنورة. نعم ويتعرف على هذا المسجد، يقرأ الحديث الذي ورد عن هذا المسجد، ثم هناك تقنية جميلة من خلالها نستطيع أن نذهب إلى حيث ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العرض الحي الآن يأخذنا إلى هذا المسجد، مسجد الإجابة، وهذا هو مسجد الإجابة. نحن لم نمر على كل اللوحات وعلى كل يعني مررنا على بعضها فقط طبعا نظرا لضيق الوقت. 30 حلقة لا تكفينا حتى نبرز كل الألواح الموجودة في هذا المعرض التي تروي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نروح إلى قسم آخر، يعني ما بقناش الكثير من الأقسام بإذن الله. ننتقل معكم إلى جناحة. تفضل. لله رب العالمين، لله رب العالمين. إذن مشاهدي الكرام بقي معنا هذا القسم ما قبل الأخير، ثم نختم بقاعة السينما. هذا القسم هو قسم تقنية الماجيك بوكس، يعني تقنية ساحرة جدا. نتعرف على مقتنيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي كان يستعملها في حياته اليومية. مثلا عندنا
سلمان العنزة. طبعا هذا جناح بديع كذلك، وهو جناح في الحقيقة من خلاله الزائر يتعرف على أثاث مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه العنزة كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه التقنية نعم يتيح للزائر أن يشاهد هذه العنزة وهي عصات النبي صلى الله عليه وسلم من جميع أطرافها. وكأن المقتنى بين يديه ما شاء الله النبي عليه. ويأتي الزائر كذلك بعرض الوصف يتعرف على استخدامات التصفي، ماذا كان يستخدمه النبي؟ كان يتكئ عليها يصلي، وكان يصلي إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض مكشوفة وضع أمامه واستتر بها في صلاته. ما شاء الله. أيضا عندنا البرمة التي كان يستعملها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تستطيع التحكم فيها أيضا. برمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا نعرض الوصف، وصف هذه البرمة. كان يطبخ بها الطعام عليه الصلاة والسلام. نأخذ آخر مثال وهي الطست النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا من خلال الزائر كذلك يقف على التحكم، تستطيع التحكم ومشاهدتها من جميع أبعادها وزواياها. وأيضا نعرض وصفها وهي استخدامها، يوضع فيها الماء للوضوء والاغتسال، وكان يغتسل بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويستطيع كذلك أن يقرأ الحديث الذي ورد عن فيه الطست كما شاء الله مع تخريجه. نعم، أيضا نعاله، كل أغراض النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتعرفون عليها في هذا القسم. نروح إلى قسم آخر، ننتقل معكم إلى قاعة السينما. نعم، قاعة السينما. تفضل. بقي معنا هذا القسم الأخير، هذا القاعة السينمائية التي أيضا تروي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل مختصر. صحيح، طبعا هذه هي القاعة، قاعة السينما التي فيها فيلم قصير عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في يومضات سيرة يتعرف الزائر على أهم أو على بعض أهم الأحداث التي حصلت في حياته من خلال فيلم قصير ثلاثي الأبعاد، وسيكون إن شاء الله قريباً بتقنية 4DX بإذن الله عز وجل. من خلال هذه التقنية الرائعة يستطيع الزائر أن يشاهد هذا الفيلم الوثائقي ويتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. حتى نزل عليه الوحي وكلفه تبليغ الرسالة الخالدة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي ليلة مباركة انطلقت رحلة الإسراء والمعراج من مكة المكرمة. يحتوي المعرض على أكثر من 30 جناح رئيسي وأكثر من 100 موسوعة تصنيف، وأكثر من 100 قسم يحتوي على تصنيفات علمية، منها جناح النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه عليه الصلاة والسلام، إذ يعد هذا الجناح من أكبر الأجنحة في هذا المعرض، ويحتوي على قرابة 22 موسوعة تراه عليه الصلاة والسلام من أدابه وأخلاقه وفضائله وشمائله عليه الصلاة والسلام. أما لباسه وأناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أثاثه ومقتنياته عليه الصلاة والسلام، ماذا لو وقفنا على الأماكن والبلدان التي زارها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلكل موضع وطأته قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم جمع في تصنيف موسوعة الأماكن والبلدان التي زارها النبي صلى الله عليه وسلم. أما روائع النبي صلى الله عليه وسلم فهي التي تحتوي على قرابة 6 مجلدات. نقف على روائع الذوق والأناقة والإتيكيت، فهذه الموسوعة تجمع لكل ما له دلالة على قمة أناقة النبي صلى الله عليه وسلم ورفيع ذوقه صلى الله عليه وسلم. فمرة كان أنيقا مع أهل بيته صلى الله عليه وسلم، مرة كان أنيقا مع أبنائه ومع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وأنيقا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Also one of the sections that we have here are the biography of his body صلى الله عليه وسلم. Very, very big encyclopedia speaking about the biography of his body صلى الله عليه وسلم. It's huge. It's one of the biggest projects we have it here in this exhibition. And it's to speak about the parts of his body, blessing and peace upon him. The idea in that encyclopedia is not only the description of his parts, blessing and peace upon him, also the actions of his parts, the ibadat that he did on his body, and also any mention to any part of his body, blessing and peace upon him, in the Holy Quran or in the Sunnah, it will be there. So we are speaking about more than 200 parts of his body, blessing and peace upon him, was
mentioned in the Holy Quran and the Sunnah. For example, if we are speaking about his hand or his right hand, we will have all the mention, any information about his right hand, we will have it in this encyclopedia. It was mentioned that he make wudu with his right hand, and also his hand was described as a big, and also it was described as a wide, and also his hand was described as a very soft, very silky. He had a very silky hand. Blessing and peace upon him. So the meaning here, any mention to any part of his body, blessing and peace upon him, it will be in that encyclopedia, which is the biography of his body, alayhi salam. More than 200 parts of his body, blessing and peace upon him, was mentioned in the Holy Quran, the Sunnah, because also in the Holy Quran, his heart was mentioned, and also his soul was mentioned in the Holy Quran, and also in the Sunnah, under more than 2,000 titles, speaking about the big biography of his body, blessing and peace upon him. ففي روائع الأشواق واللثم والعناق فكل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم قبله أو النبي صلى الله عليه وسلم ضمه واحتضنه أو هو ضم واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة قبل عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة رضي الله عنها، ومرة قبل عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وكان يشمه صلى الله عليه وسلم. ففي تقبيل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كتقبيل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما حضرت الوفاة صلى الله عليه وسلم. ما أجمل المدينة المنورة، وما أجمل سكان المدينة، وما أجملك يا رسول الله بهذه السيرة العطرة المباركة الطيبة التي نسعد دائما نحن المسلمين الاقتداء بهذه السيرة المباركة. يا رب نتمنى وندعو من هذا المسجد، المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نشنف أعيننا برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.